مادام ابو جلده ملتهي بالدكانه نروح نبلغي هناك شي شوف. جاء ابوك يا ما شبه دلال شبك يا ماني عم تغلي غلي يا مو دلال يا لطيف هاتيها لشوف لوين اخذها لوين اخذها يعني لبرا بدي خليها تتروح هلا شوي مالك شايفتيها مثل النار اخري هيك يا ابي اخري هيك كيف بعتلي حمى ان شاء الله يا ربي دخيلك مسكي مسكي هويلة انا صغيرة هويلة ان شاء الله انا ولا انت يا دلال ان شاء الله انا ولا انت يا بنتي ما بدها وقفة ابو شرار يلا على الحارق يا ربي دخيل اسمك دلال يا مو دلال ايش وجابوا هاد لهون هلا كان بدكاني يخرب بيته شو صاير جني يا والله اجت عينه بنص عيني وعمل حاله ما انه شايفني إيه لك الزلمة خايف لأنه غريب ومقطوع وماله حدا إيه والله ما يفتح تمه بحرف لأصطله لسانه وطعميه للكلاب شو برضا سكرت لنا الدكان أبو محمد إيه سكرته إيه الله يجزيك الخير عمي اسمعني أنا لاحق ماشي بدك سكر دكانتي يروح لهنيك إيه يا أبو محمد السلام عليكم أهلين علينا ابن جيل شو أخبارك الحمد لله الله يخلينا شو مصر معي تشايف مسكي وين سيد راسي اي مشغول راح شوي يعني إذا رحت عنده على البيت هلا بلاقي سيد راسي لك عمي عمال لك مشغول بتروح لعنده على البيت كمان لك شبك عم تتخلى شبك كل ما عم ينحكى مع حدا بهالحالة فوق من نفعه يعني إن شاء الله أنا مستعجل خلصني فتني الله لا يوفقك يا أخبارك سرقة وبهارة عياش والله بعمره ما صارت يا صبحي تعي يا ابني مو راجي انا رايح الحارة مشوار صغير وراجع طلع الفرس واربطها قدام الخانم ولبسها العدة وتمرها حاضر اللي مشيها بميدان حاضر حالي خطأ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بدي انا ولينا شوية مي يا ربي دخيل اسمك يا ربي دخيلك لك عجلي لك شوي شو صار معك؟ شحني اجيت ابن عمي حطي له مي بلكي بتبرد له شوي دلال يا مو دلال حبيبتي مين؟ انا عمك ابو رضا ايه يلا مين يا بي؟ عمي ابو رضا ابو رضا خدي يا صغيره وخدي البنات وفوتوا لجوا يلا تقبريني تقبريني يا دلال شرف ابو رضا شرف يلا 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 يا ستة طمني شلون صارت بنت ان شاء الله احسن اخ يا ابو رضا والله ما عم تتحسن بنوب بنوب لا حول ولا قوه الا بالله فوت عجل جيبها فوت لو بدنا ناخذها بدنا ناخذها لعند الشيخ جوهر اوام عجل الله يرضى عليك امري لله رح اجيبها اللهم لا اسالك رضا قضاء يا رب والله بديها حلوه وصغيره ليش ابي تركها ظلموا لأبوك وعطوه من الجمل إذنه يعني يا مو أنا إلي حق عند أبو أدهم وشاهر إيه يا مو إلك حق وأبو أدهم مو فارقة معه عامل عقيد على الحارة وحط إيده على الخان وتجوز حرمة مثل القمر وبنت عيلة وتركك للتعتير والشقة يا حصرتي عليك لا وشاهر وأخوه أخذوا الطاحونة ولك هدول أولاد عم هدول يا مو هلا مقدام حلوة قال حلوة قال لك قديش شفت نسوان باسطنبول وبيروت والشام ما لقيت أحلى منها ولك يبعت لحمة شو حلوة هلا يا مو ليش نسوان الحارة ما بيجوا لعندك لأني أحلى منهم وأحسن منهم لما نقجيت على الحارة أنا ما كنت غطي وشي
قام عمومك تخانوا هنن وابوك، بس هو لا سأل عنهم ولا رد عليهم. وبعد ما مات ابوك الله يرحمه جبتك واجيت على الحارة، قاموا خلوني غطي وشي غصب عني وخلوا نسوان الحارة يقاطعوني، لا حدا يفوت لعندي ولا فوت لعند حدا. تحسين يا مو تحسين، تعال سقيني دمعة مي. بتشرب السم الهاري ان شاء الله. يا مو ما بدك تجيب لي الحكي؟ بعدين بجيبه، هلا ماني فاضي. يلا يا مو يلا قوام على الغرفة يلا. حاضر يا مو. امسكي ايد اختك. يلا قوام عشان ما ترتفحوا. بركة شافتني وقالت لأبو أدهام والله بياكلني أكل. بلاها بلاها. لك شو بلاها؟ قال بلاها قال. بعد ما جبنا السلم وربطناهن ببعض يطلع تعبنا فاشوش. اطلع أبو شرار اطلع. اطلع وأبو يلبى. بدي اوقع 100 وقعة بس بدي اشوفه هيك. لا ما شو ماله هون؟ لا لا اكيد هون، بس هاي حرمة مدللة اميرة بتضل بأوضتها مشان الشمس ما تحرق لها وشها. يا تحسين يا مو صباح ديري بالك على اختك قبل ما اغسل الغسيلات. ايه يا مو؟ ايه انا تضر ثاني هون. ولي على قلبي. لا ما شو هالجمال هاد؟ لك انا بحلم ولا بعلم؟ ولي الله ستر انها ما شافتني. لا لو لا لو يا بلالا سمرا عيوننا زلزالة وميلي يا سمراني. اولي على قلبي على الصوت احلى من صوت الحساسية. لك انت اوطى منه، من لما جبتي وجيتي على الحاره ما شفنا منكم الا مصايب. لك لو بتطلع على سابع سما لاجيبك يا واطي. كيف اخذت منه البرغوتين؟ شو نسيانه؟ انا بعرف صلح صرامي عمي، كملت له التصليح واخذت منه برغوتين. ايه يا محمد
مشان الدجاج والخلل انا العصر اللي مر على سوق التبن جيب لك اياهم معي ان شاء الله. كتر خيرك يا الله. يلا سيدي هون يفوت علي. السلام عليكم. كتر خيرك ان شاء الله. عافية ان شاء الله. يا جبار يا كريم يا رب. ابن عمي شو مشان ام محمد؟ اني ام محمد؟ ام محمد مرت الاسكافي. شبه شو قصتها؟ ذكريني. تعود لأحكي لك. أوف شو الشغلة بدها قعدة؟ إيه والله بدها قعدة تفضل. شرفي. يا صبحي. مر معلم. وين سقلاوية؟ تحسين أخذها. وين راح فيها؟ والله يا معلم ما بعرف. سألته وين أخذ فرس العقيد ورايح؟ أم قال لي أنت ما دخلك. من زمان؟ من شوي معلم. روح شوف شغلك. روح. ماشي. روح. وابو رضا رح يجيب لنا الجاجة والخلل بعد صلاة العصر إذا الله راد. الله يبعدهم عنك يا بنتي. بديعة؟ شو ابن عمي؟ قبل ما يجي أبو فخري مشان ناخد دلالة عند الشيخ جوهر. ايه؟ أنا ما كنت واقف بهي القرنة. ايه كنت واقف هون. ليش شو في؟ لك شو شو في؟ كأني لمحت تحسين عم يتناوى علينا من فوق الحيط. مزبوط الحكي ولا عم يتخيلني مخيلي؟ لا شو عم يتخيلني مخيلي؟ شفته بعيني. انت ما شفتي؟ لا ابن عمي ما شفته. بديعة تحسين له بالعادة يتناوى عليكم؟ طول بالك يا رجال، هذا واحد مشراني وما بدي اياك تعلق معه. انا عم اسألك بتجاوبيني بدون لف ودوران، بيتناوى عليكم؟ والله انا وهالبنات محرومين من الطلعة على ارض الديار كرماله. يعني عم يتناوى عليكم؟ ايه ابن عمي، ومن يومين ثلاثة كان رح ينزل على البنات. شو؟ وعم اقول لحالي لشو هالبنات حاطين على راسهم؟ وحضرتك وين كنتي يا خانم؟ ابن عمي كنت عند ام نصري وام شاهر. قلت لك امسكي هالبنت لشوف سناوليها. يا بنات لا تخلوا ابوكم يطلع من البيت. ولي امسكي كرمالي كرمالي لا اطلع من البيت. الله يوفقك يا ابو محمد. لك والله لا اذبحه والله لا اشرب من دمه. ولك بيصير معكم كل هالشيء وما بتقولولي؟ والله خفنا عليك، نحن حريمات وما لنا غيرك وانت وحداني. الله يخليك بوس ايدك. خفتي علي؟ لك خفتي علي؟ شو مفكرتيني حريمة ولا وحداني ومقطوع وما لي حدا؟ لك نحن بعائلتنا في كل واحد بياكل راس الحي اكل. يا بي الله يخليك تطلع من البيت. يا بي ابوكم يموت بكرامته اشرف لكم بكثير ما يعيش ذليل. والله لا اشرب من دمه والله. يا بي الله يخليك يا رجال. احنا لمين بدك تتركنا؟ دلال مين بده يحكمها؟ روح الله لا يوفقك يا تحسين يا ابن فريد. يا الله لا يوفقك الله لا يخليك. شو؟ يا باطل كل هالشي عم يصير بحالتي وأنا مدريان؟ وليش ما قلتي لي قبل هلا؟ ليش أنا عم شوفك مثل العالم والناس أو عم بقدر أحكي معك؟ زي هيك يا مو روح احكي لخالي ابو ادهم. وهو هيك روحي يا مو ناوليني هالملايه. وصلت مواصيلك لحرمتي يا واطي. والله لا اسحب قلبك من بين اضلاعك يا ندل. لك شو جابوا المختار لهون؟ بس ما يكون دري بالقصه. يا فضيحتك يا ابو ادهم. ابو ادهم عليه مختار. شوف عقيد ترى طفح الكيل معي كلمتين ورد غطاهن. الله يرضى عليك. إذا ابن عمك تحسين بشوفه بالحارة بدي افعصه برجلي هدوده. تأمر مختار اللي بدك اياه بيصير. تفضل لشو. ما شفته للواطي بس وين بده يروح؟ وين ما راح مرجوعه لهون. الله لا يوفقه الله يقصف عمره. لا تقول الله يقصف عمره، قول يا الله يرجعه لأذبحه واشرب من دمه. غربني منيح لك أبي غربني منيح. الله لا يشعركم خير. وهذا يروح بروت يعني ما لقيتي؟ والله ما لقيته يا أبي. لك شو عم تحكي؟ ورجيني شوف لك أبي. الله لا يوفقكم. وين البرغوت؟ بعجبك على الفصول الخايسة تبع ابن عمك. مو شي بيهز البدن وبينومي ساعة عقيد. معك حق يا مختار معك حق.
معناتها مو بس على عفاف عم يتناوى أهل واطي. بشو عم تفكر؟ عم فكر بكلامك عن الواطي وبالعملة اللي عملها مع حريمات المسكين. يخرب بيت قلبه. لك مرته للإسكافي كانت مرت أبوه، يعني مثل أمه. لا تزعل مني يا أبو أدهم، هذا الواطي رح يوسخ سمعة عيلتكم، مشان هيك لازم يتقلع من الحارة. وانت قلتها مختار، لازم يتقلع من الحارة. وعيلتنا بإذن الله رح تتبرى منه ورح تهدر دمه اليوم قبل بكرة. لا مو مستاهل القصة لهالدرجة يا أبو أدهم، مهما كان بضل تحسين ابنكم. أنا فكري يعني نقلعوا سنتين ثلاثة هيك فركة إذن، بس نتأكد إنه عائل ما رجعوا. أنا راح اجتمع مع ضوات الحارة ونحكي بموضوع تأليته. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. شلون يعني ما في لزوم؟ لأنه تحسين ترك الحارة وهرب. شو عرفه؟ أخذ الفرس وهرب فيه. هلو فرس؟ السقلاوية. هلا السقلاوية راحي وانت مبرد دمك وعاطيت اجر على اجر لك يا عقيد؟ شو بدك ياني ساوي مختار؟ بعدين ما بعرف وين راح فيها. لك شو ما كان، المفروض نجمع كل قبضايات الحارة ويروحوا يدوروا عليها ويخلوها من تحت الارض قبل ما يبيعها او يتصرف فيها الواطي. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. ابو ادهم شو بنا؟ لسه كل شغلة بتقلي ما في لزوم ما في لزوم. لانه السقلاوية ما بركبها غير خيال واحد مختار. ولو هلأ بتلحشوا لتحسين ترجع لعندي. شو نسيت كم واحد جربوا يركبوها بميدان الخيل تلحشوا وترجع لعندي؟ معك حق، هي كانت رايحة عن بالي. يلا وين يا مسهل؟ بدي روح على ميدان الخيل قبل ما تغيب الشمس. بس أبدها نحن لازم نجتمع مع ضوات الحارة ونحكي بتقليعة المنحوس. طيب لازم نقولهم شو عمل مع الحريمات. لا يا رجل، هدول بنات شرفة ما بصير نجيب سيرتهم على لسان حدا. يا سيدي منقول له نعمل ندالة وبس. سقلاوية رجعت عقيد؟ ها شو قلت لك؟ الأصيل بيضل أصيل. وبيرجع لعند الأصيل. ايوه. السلام عليكم.